أعزائي المشاهدين، أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، نعود لكم اليوم بندوة امتحانية بمادة الرياضيات التي هي أول مادة سوف تقدم في التكميلية. نتمنى لمن تعثر في الدورة الأولى أن يقدم بأفضل حال في الدورة الثانية، ولا أتوقع أن تكون الموضوع صعب على من حضر بشكل جيد، بالعكس سوف نراها أنها بالنسبة لمن حضر بشكل جيد أسئلة سهلة، أسئلة قادر على تناولها الطالب، قادر على التعامل معها بسهولة. دعونا أولا نرحب بضيف الندوة الأستاذ سهيل الناقول، أهلا وسهلا فيك. أهلا يا وسهلا أمين مرحبا أستاذ، فيك. أهلا فيك. أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلاب، حول أي استفسار حول الدورة التكميلية ممكن أخذ الرقم في أسفل الشاشة والاتصال فينا في أي وقت تريد. بالعودة إلى فكرة التكميلية أستاذ سهيل، نعرف أنه هذه السنة يمكن آخر مرة راح تكون فيها تكميلية، وعلى الطلاب الآن الاستفادة من هذه الفرصة بشكلها الأفضل. ومعروف أن المسألة بالرياضيات أنه أكثر سؤال بيواردنا أنه هل هي الأسئلة بالتكميلية هي عادة أصعب ولا أسهل، ولا مع تحفظي على هذا الموضوع أنا، فما رأيك بهذا الفكرة؟ هلا هذا السؤال يطرح من قبل جميع الطلاب، يعني بصراحه انه دائما الاسئله التكميليه اصعب او غير اصعب. الفكره بمبدا العمل هو مبدا عمل الوزاره وفق وضع الاسئله، وقد كما نعلم ان اسئله تكون شامله وموضوع بشكل متدرج وتشمل جميع مناحي الكتاب، وبالتالي ستكون نفس السويه نفس النسق. يعني اتوقع يعني هذا بالنهايه تعود الى الطالب ومدى تحضيره. يعني إذا كان الطلاب محضرون بشكل جيد، تحضيرهم للتكميل بشكل جيد، لن تكون الأسئلة سوى مستوى السابق فقط. هذا من خلال ملاحظتنا مع الميدان نحن والأسئلة تبعت الدورة الأولى، أنه من تعثر في الأسئلة الأولى هو من كان ينتقي حلول المسائل انتقاء، صحيح. وفي كثير من الطلاب حملوا الموضوع على مدرسين أنه هذا السؤال ما حله، أو هذا التمرين ما حله، أو ما حل مشابه له. وفي الحقيقة بالعودة إلى هذا الموضوع، هل نقدر نحمل أن المدرس هذه الفكرة؟ بالدرجة الأولى الطالب يتحمل المسؤولية بسبب أن المنهاج وضع ووضعت في مقدمة الكتاب أن الطالب أن الأسئلة ليست جميعها منوطة بحلها من قبل الأستاذ، على المدرس أن يحل جزء من هذه الأسئلة، والطالب عليه أن يتحمل الحمل الباقي، و إذا تعثر في سؤال ولم يجد له حل فعليه أن يرجع مرجعيته مدرسه، ولا يستطيع أي مدرس أن يحل جميع التمارين، إنما من كل نمط من الأسئلة يمكن أن يحل نمط، وعلى الطالب بقية الأسئلة بقية النمط يتابع به. بالعودة إلى الدورة الأولى، يمكن أكثر سؤال أحدث خلينا نقول مناقشة أو تجاذب مع المدرسين هو سؤال المتتاليات، اللي كان في الحقيقة مثال موجود مثله تماما، صحيح. بالكتاب، صحيح. مع ذلك في كثير من الطلاب وسمعتها انه نحن هذا السؤال ما يحمل لنا مثلي، ليش يا استاذ؟ طب ما هو محلول، مثال محلول في الكتاب، ربما بعض الزملاء حلوا هذا المثال المحلول وبعض الزملاء لا حلوا، لكنه مثال محلول، فمن واجب الطالب بالدرجة الأولى أن يحل هذا المثال. أن يحل أن يرى الأمثلة المحلولة ويستعين بها كنمط من أنماط تعلمه وأفكار الواردة في هذا المثال المحلول. ونحن بنذكر من سنتين كمان جبنا بأحد الدورات إجت سؤال يتعلق بنشاط تمهيدي، صحيح. فيما يتعلق بالمتحولين العشوائيين، يعني هذا نشاط تمهيدي، يعني المفروض الطالب أي طالب يكون عم يكتب من كتاب، عم يدرس من كتاب وراح يحل هيك نشاط. نعم أستاذ، يعني خلاصة الكلام على الطالب ألا يختصر، ألا يعتمد على بعض ما يشاع عن هذا مهمل، هذا غير هام، هذا لا يأتي، هذه هي الضربة الكبيرة التي تلقاها الطلاب منك صراحة. في ملاحظة ثانية كمان أنا انتبهت لها من خلال الميدان، أنه في بعض الطلاب بيدرسوا من خلال نوط. في الحقيقة في موضوع يتعلق بالنوط هو عدم الترابط المنطقي بين بحث وبحث آخر. صح. هذا يعني شفته بكثير، صحيح. تسلسل، وكذلك حتى طرح الاسئله فيها بيعود انه بشكل سلبي على الطالب، يعني بحس حاله انه في جزء منه فاقده. طب هذا الجزء وين كان؟ هو بمكان اخر. مثلا على سبيل المثال، نحن عم نشتغل
بالاعداد العقديه، الاعداد العقديه في لها جزء منها يتعلق بالاشعه، طيب اللي ما ندرس اشعه بوقت المناسب اكيد كيف بده يستوعب هاي المفهوم بلحظتها؟ بالضبط، هذا يعود بنا الى العاشر والحادي عشر. نعم. الى المرحله العاشر والحادي عشر. تاسيس مفهوم الاعداد العقديه موجود بالعاشر بالحادي عشر بشكل تام، بشكل كامل. يعني الاعداد العقديه عندما نتحدث عن الشكل الاسي او الشكل المثلثي لاعداد عقدي، نحن نتحدث عن احداثيات قطبيه. نعم. بالنسبه للنقاط وتوضع النقاط والاشعه تماما. هو من اتقن هذه المعلومات في الصف الحادي عشر وجدها امامه في حتى الشكل القطبي، الشكل القطبي العدد العقدي هو نفس الشكل. تمام. تماما هو نفس الشكل القطبي، لان طبعا احنا ما غير مطروح عندنا الشكل القطبي للعدد العقدي، بس هي حرف هي نفس المضمون ذاته، مضمون ذاته تسمية. كمان هناك من انتقد دورتنا الاولى كطلاب انه المده الامتحانيه او المده الزمنيه لكتابه الاسئله بحاجه لاكثر من 3 ساعات، وانه نحن يعني ليش نحن ما قدرنا نخلصها باقل من 3 ساعات؟ اولا بالنسبه ل عند سؤال الطلبه، وجدنا الطالب من حصل العلامات شبه التامه 600 وفي دوائر 580 غالبهم كان الزمن بحدود الساعتين ونص، واظن ان ساعتين ونص هذا يكفي للطالب، يجب لا يكون اقل من ذلك يعني. بالنسبة للطالب لا يجب أن يكون أقل من ذلك. غالبية معظم الطلاب الذين حصلوا على علامات عالية هم الوقت الزمن كان 2.5 ساعات، فإذا هو المعيار يكون الطالب الجيد جدا وما فوق هو معيار الزمني لنا. تمام. ومعظم الطلاب من 570 تقريبا 560 فما فوق لم تكلفوا أكثر من 2.5 ساعات. تمام. وهذا الوقت المناسب يعني فعليا هذا المعيار الحقيقي. لا في انا بعرف احد الطلاب خلصها بتقريبا بساعتين الا ربع. استثناء طبعا هذا طالب استثنائي اكيد، لكن الموضوع فيه يتعلق انه كم هو متدرب على هيك. طبعا كثير من الناس بتسالني بشكل مباشر البكالوريا هي اجتهاد ام ذكاء؟ بشكل مباشر بقول لهم بالدرجه الاولى اجتهاد. طبعا بالدرجه الاولى بدون منازع هو اجتهاد. من يجتهد على نفسه ويقرأ بشكل جيد ويواظب على العمل خلينا نقول المنظم وبطريقة جيدة فراح يحصل بالرياضيات وبالعلوم بالعربي على علامات جيدة تتناسب مع هذا الاجتهاد. أما الذكاء فهو عامل مساعد جيد في تقليل زمن الدراسة، وليس في فكرة أنه أنا راح أحصل علامات لأنه أنا ذكي، لا، فقط من مقدراته راح يقلل زمن الدراسة ويزيد من تقنيته وسرعته، وبالتالي هي بالاول والاخير هي اجتهاد. هذا طبعا نصيحه مو بس لكم، يعني انا ما بحكي بس لطلاب السني، انا بحكي لطلاب لاحقين. فيك انت كطالب تنصح اي واحد من طلاب السنه القادمه انه الاجتهاد بدءا من صف العاشر للبكالوريا هو اللي راح يعطيك نتيجه جيده بالامتحان النهائي للبكالوريا. بالعوده كمان للفكره هاي الزمنيه، انا كمان لاحظت انه بياخذ الطالب بيتبع طريقه ما ومتعود على طريقه بحل صح. الاسئله اجى نمط السؤال عن حله الاسهل مو على هذا الطريق صح. فشو بصير معه هنا تكمن هو يضطر الى ان يحل بالطريقه التقليديه لانه معتاد على هذه الطريقه، بالتالي سيدفع ضريبه زمنيه معينه، كلفه زمنيه تؤثر على الاسئله التاليه لهذا السؤال. وهذا من حيثياتنا التربويه ان نعلم طالبنا على الاجابه باكثر من طريقه، ونطلب من طالب ان يحل باكثر من طريقه، لان هذا هو اسقاط للواقع. يعني اي طالب مثلا او شخص يقود سياره إذا كان يعرف أكثر من طريق فهو الأفضل بالتأكيد، لأنه يعني إذا سد الطريق أمامه في أحد الطرق إذا كان لا يعرف الطريق الآخر سيتوقف. أما إذا كان مجيد وجرب أكثر من مرة أن يحل بأكثر من طريق بأكثر من طريقة سيجد نفسه معتادا على أن يختزل بعض الطرق ويجد الطريقة الأنسب في الحل إذا كان تدرب على ذلك. إذا هو التدريب من البداية من سنوات، أيضا ليس الثالث الثاني ليس البكالوريا فقط، عاشر والحادي عشر ربما قبل طبعا اكيد يعني، بس كمرحله ثانويه نتكلم عنها هي العاشر والحادي عشر هي التي تؤسس لذلك. كمان بدي احكي عن شغله
وتفاجأت فيها أنه كثير من طلابنا بالصف الثالث الثانوي ما قاموا فيها. في عندنا بنهاية الكتاب بالجزء الثاني مجموعة من النماذج اختبارات. نعم. وكمان نحن طارحين كوزارة التربية أكثر من نموذج عام من 2017 ل 2020 نحن في عندنا بعض النماذج. نعم. بشوف أنه طلاب ما حلوا. ممكن هيك أول شيء، أولا أنا يعني بشوف أنه لازم يحلها فقط ليتدرب على شو؟ صح. أولا اختيار السؤال، أي سؤال بدي أبدأ فيه. صحيح. اختبارات الكتاب الموجوده في الجزء الثاني، وهي يصلح الطالب ان يحل جزء كبير منها في الفصل الاول، حتى يعني جزء منها في الفصل الاول يتدرب عليه في الفصل الاول ليتعود على طريقه واسلوب اختباري ويختبر نفسه حتى زمنيا. وكثيرا ما نواجه طلاب ما تفضلت انه لا ما حلينا لك، ليش ما حليته، ما حلينا، ليش مهم، ليش مهم. الفكره هو من الكتاب وتصميم وضع الوزاره هو اسقاط لجميع ابحاث الكتاب. وفعلا نركز دائما لطلابنا ان يتم حله، ونؤكد على زملائنا المدرسين ايضا على ذلك، ان الاختبارات والنماذج الوزاريه يجب ان لا تهمل، ويجب ان يوضع الطالب في تدرب، في تدرب زمني وامتحان لقياس درجات مع زمن. تمام. انا ليش عم بحكي هذا الحكي؟ في كثير من طلابنا انه مثلا امتحان الفصل الاول بحاول انه ما يتقدم له، او ما انه يهمله، حتى لو تقدم له انه يهمل انه انا هذا يعني مجرد غير مهم وغير مؤثر على النتيجه النهائيه. بس اتوقع من حيث الشكل انه انت خضعت لاختبار بحيث انه تتدرب على اشياء اخرى، انه كيفيه اختيار السؤال، زمنه، انت بتقدر زمنه قديه، بتقدر انت قديه فيك تجيب فيه درجه. وانا اذا بقدر في سؤال مثلا سؤالين عندي ب 50 علامه، انا متاكد انه واحد بجيب فيه فوق ال 50 فوق ال 45 وواحد بجيب فيه 40، بيا ببدا بي انا بعرف انه هذا رح يجيب فيه فوق ال 45، ببدا بهذا لانه انا مفاضلتي على بالنهايه على درجه، وبالتالي هو رح ابدا فيه واختاره. المساله الثانيه كمان انه بنماذجنا واللي لازم يتدرب عليها طالبنا انه رح يشوف انه كيف مطروح الاسئله بالكتاب هون موجودة بنمط مختلف احيانا. في عندي جمع بين سؤالين، بين فكرتين، ودمج السؤال. فانا النماذج موجودة باخر الكتاب بتدربك انه كيف يستطيع من يضع الاسئله كيف يفكر بكامل المنهاج. هو لا يفكر فقط في الفقره الفلانيه او الفقره الفلانيه، هو يفكر في كامل المنهاج وسوف يقوم بدمج الاسئله بحيث انه نحصل على فكره جديده. احيانا بيسالني طالب استاذ ايش مساله اللوغاريتمي؟ هل لها علاقه بالاشتقاق؟ اكيد لها علاقه بالاشتقاق. صح؟ طبعا. في شو على شو كانت معتمده بالاساس؟ على الاشتقاق، وحده النهايات والاشتقاق بالتاكيد. يعني كان لوغاريتمي واسي عندما ياتي سؤال لوغاريتمي بس يقولون اين الاسئله من النهايات والاشتقاق؟ طيب انت ان توجد لوغاريتم تابع، وبالتالي نهايه هذا اللوغاريتم هذا التابع ستوجد نهايه من التوابع. عندما تشتق هي قواعد تابعه اصلها في بحث الاشتقاق، الاصل في بحث الاشتقاق. يعني من جهة الاختبارات أيضا نلاحظ بعض أسئلة الاختبارات في نهاية الكتاب الجزء الثاني تتضمن فعلا دمج الوحدات متتالية. مثلا العقدية يوجد طلب على مراكز أبعاد متناسية. تمام. طلب في أسئلة العقدية، هذا يعطي الطالب صورة أنه كيف يمكن أن الأسئلة مترابطة وممكن أن تتكامل مع بعضها أبحاث، وهذه رياضيات تعبر عن الواقع، هذا الترابط هو تعبير وإسقاط للواقع. تمام. يعني أنا بشجع بس الفكرة أنه شو ما حليت كيف ما حليت راح يساعدك اكثر. النماذج الوزاريه، النماذج الدورات السابقه راح تعطيك فكره افضل. كمان في مساله اخرى، وكثير من طلابنا او مدرسينا حتى، انه تغيير شكل النموذج هل كان له اثر سلبي على طلابنا ام لا؟ فكثير قالوا انه له اثر سلبي، شو رايك انت؟ قيل ان له اثر سلبي. كثير من الطلاب، بعض الطلاب عندما وجدت هذا النموذج تحدثت عندما خرجت، انصدمنا من تغيير النموذج. ما الفكرة من وجود نموذج موحد وفورمة موحدة للأسئلة؟ لا أعلم. هي أسئلة يجب أن تجيب عليها، كانت ثمان أسئلة أو أربعة أسئلة وأربع تمارين، هي أسئلة يجب أن تجيب عليها. يعني أنا رأيي أنه وجود لا اختلاف ولا فرق ولا يعمل فارق عند الطالب الذي حضر جيدا واستطاع أن يجيب. ووجد طبعا كثير من الطلاب كما تعلم وترى العلامات العالية عن الطلاب أجابت عن جميع الأسئلة باجتهاد ودون تلبك، إن إذا كانت ثمانية أو
أو أربعة بأربعة، لا أعلم ما الفرق يعني. أنا هاي اللي كان بموضوعنا، إنه نحن عندنا 10 أسئلة بدك تجاوب عليهم. هاي العشرة كنا حاطينهم أجب عن الأسئلة العشرة الآتية، ولا أجب عن الأسئلة الثمانية، ولا مهم أنك أنت تجاوب عن هاي الأسئلة بمعلوماتك وتحصل درجات. بالعكس أنا شفتها، رغم حطينا درجات بشكل متساوي ووضعت بشكل متساوي، اختيارك للسؤال اللي بدك تحله كان أفضل. صحيح. بتقدر قدراتك، انه انا هذا السؤال قادر على حله راح احصل على 50 درجه، وما راح افاضله مع واحد ثاني بيحمل نفس القيمه. صحيح. هذا اولا وذاك ثانيا. شعرنا بذلك استاذ، عفوا للمقاطعه، شعرنا بذلك اثناء الاشراف على تصحيح اوراق الامتحانيه، ان في هذا العام كانت سهوله في التصحيح من خلال هذا العرض من هذا النمط من الاسئله. فعلا الطلاب ما لبكونا بشكل عام، يوجد بعض اكيد، بشكل عام كان التصحيح اكثر سلاسه، وخاصة مع اختزال اختياري. ولاحظت كثير كمان بعض الطلاب، ومو كثير من الطلاب، بدأت بحل المسألتين. صحيح. أحدهما بمسألة الأشعة وأحدهما بمسألة مسألة التحليل. لماذا؟ تكتيك يستطيع الطالب اختياره جدا. إذا وجد أنه الأفضل أن يكسب العلامات العليا هنا، بيرتاح بعلامات، تكتيك بالنسبة للطالب. تمام. رأه أفضل. أنا بشوف هون هيك قد ايه هو متدرب، يعني اتقانه انه يعرف انه انا بدي اختار السؤال هذا بهذا الوقت، معناته انا متدرب وما عندي مشكله انه كانت الاسئله متدرجه او غير متدرجه، انا سوف احصل على الدرجه وسوف احصل على كذا. فانا بدات بالمسالتين، وغالبا المسالتين تدرجهم سهل. صحيح. يعني تطلباتها بتجي ورا بعض، مبنيه على بعضها اكثر من. صحيح. مبني. اذا انا عاده يعني ما بفضل الواحد طبعا انه يقرا بشكل مباشر، بس هو تكتيك متدرب عليه الطالب. ولاحظت هذا بكثير من الطلاب، لانه بداوا بالمسالتين بعدين بداوا بالتمارين، وكان انتقائيين. يعني في كثير من الطلاب كان انتقائي، بحل التمرين الاول بعدين الرابع بعدين الثاني بعدين، وهذا الانتقاء بدل على هو قديم متقن لجزء معين. مثلا انا متقن فرضا الاعداد العقدي، بماذا سوف ابدا؟ صحيح. كان طلابنا استاذي سابقا ويسالونا، يعني انا اتفاجئ انه شلون طالب ما بيعرف معلومه التالي، كان يقول ونشوفه احيانا انه طالب ما بيعرف سؤال يترك فراغ، كان في اشكاليه وخاف اذا ما حط السؤال بترتيبه. كمان هاي ملاحظه وتوجيهيه للطلاب. صار يعرف، الاغلب الطلاب صارت تعمل السؤال اللي بعرفه لازم حله بمكان ما بعرفه، مو ضروري يكون والله بترتيبه اترك فراغ. كان كثير يمر معنا اوراق يكون الطالب تارك فراغ للسؤال الثاني لانه ما عرف يحله، اجله بجوز بعدين ما يلحق ينسى ما بعرف شو يصير معه. بس هي الفكره انه الطالب سيصحح سؤاله اينما ورد، هذه الحالة العامة، بيحل الأول بيعرف الثالث، بيحل الثالث الأول بنفس الترتيب. حاليا نعم أوراق الطلاب صار يعرفوا أكثر هذا المعلومة، وصاروا على إدراك أكثر أنه أنا بحل اللي بعرفه أكثر منه. هل تعلقت أسئلتنا في الدورة الأولى بصف العاشر والحادي عشر وما سبق؟ بالتأكيد، يعني بالتأكيد في 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 أسئلة، في أسئلة بنائية واعتمدت على قواعد الاشتقاق وقواعد النهايات وقواعد تحدثنا عن الاحداثيات القطبية لما بسؤال العقدية الشكل الأساسي. أكيد هو بناء، كل ما أتقن الطالب كان هذه المعلومات سابقا كان أكثر إدراكا. ربما يحل الطالب الذي ليس لديه هذه الخلفية في الحاشر الحادي عشر يستطيع حل، لكن ليس بسوية الطالب المدرك والمتقن والمستوعب أكثر من مناهج الصفوف السابقة. خلينا ناخذ مثال حاليا عن فكرة أنه ما كيف ممكن طالب يحل بطريقتين مختلفتين لذات السؤال، وراح أخذ السؤال تكامل كوساين أس 4 إكس بدي إكس بعد إذنكم. طبعا أعزائي المشاهدين بهذا الموضوع، أنه كمان بحذر من فكرة أنه أنا استسلم. يعني أنا قرأت سؤال، أنا كطالب قرأت سؤال فكرته ليست حاضرة مباشرة بذهني، على المسودة بحاول بأي طريقة. يعني أنا مجرد محاولاتي قد تفتح لي أبواب، فكرة ثنتين ثلاثة بتفتح باب، وبجوز أقدر جمع مفردات السؤال بطريقة معينة وأكتبه. الموضوع الثاني اللي بيهمني كثير بي كمان، كثير من الطلاب لا تقرأ الأسئلة، السؤال بشكل مباشر ما بتقرأ. أنا بشوفه أنه بيقرأ نص السؤال وبيبدأ يجاوب، بلاحظ أنه أهمل جزء من السؤال، معلومات جزء من السؤال، وخصوصا وقت ما اجانا مثلا سؤال المتتاليات، من اهمل الشرط اللي نحن حاطينه بالبدايه صعب على حاله الحل، وقع في كثير من الاشكاليات. بينما من درس ووضع انتبه للشرط الموجود من خلال تحليله الجيد للنص استطاعه بسهوله. طبعا معظم طلابنا استطاعوا ذلك، ولاحظت باوراقهم
انه اغلبهم اعتمد على الشرط بحل المساله، وبالتالي كان سهل جدا وصول النتيجة النهائية وبسهوله تامه تامه. اللي درست شكل او معتمد على فقط على طريقه واحده بالتحليل، او كان دارس المثال واعتمد فقط على طريقه المثال، راح يلاقي هون وجد صعوبه ما بحل هذا السؤال. كذلك بسؤال يتعلق بالاشتقاق، في عندنا عدة مسائل تشبه السؤال اللي اجى بالاشتقاق، تمام. فلذلك انا دقيقه بنتابع الموضوع، فشوف انه طلابنا لازم تعتمد على طريقته، طريقه مختلفه لحل الاسئله. بالعوده للاستاذ سهيل، استاذ سهيل فينا بس من البدايه نرجع نعيد شو كنا عم نشتغل. المطلوب حساب تكامل، نعم، على مجال معين للتابع كوساين اس 4 اكس، تمام، على مجال معين. الفكره سنعتمد على اويلر، علاقه اويلر في اويلر، نعم، علاقه اويلر. طبعا علاقة أويلر هي كوساين إكس أو كوساين ثيتا أو إي آي إكس زائد إي ناقص آي إكس على 2. مطلوب كوساين أس 4 إكس إي آي إكس والنشر ربما زائد إي أس ناقص 4 آي إكس. طبعا اختصرنا المنشور، اعتمدنا على منشور ذي الحدين بهذا الشكل، تمام. بس بدي ملاحظة قبل ما بلش، نعم، النشر بالنسبة لطالب إذا ما كان طالب جيد، نعم، يحط هذه النتيجة مباشرة فهو صح. هذا السبب جعلني أكتب ذلك، تمام، نعم. هذا السبب جعلني أن أختصر خطوات، يستطيع طالب أن يفرد خطوات أكثر أطول يعتمد على التوافيق وينشر. الطالب الجيد المتمكن ممكن يشوف مثلث باسكال يعتمد عليه، نعم يستطيع ذلك وعليه لا يخاف من هذه الخطوة، هذا الذي أريده بالضبط. يساوي طبعا عودة إلى أويلر مرة أخرى، إي آي 4 إكس زائد إي ناقص 4 آي إكس زائد إي 2 آي إكس زائد إي ناقص 2 آي إكس. لا ما خرجت الأربعة، تمام، أربعة على المشترك. زائد 4 زائد 6 ويساوي 1 على 16 كوساين 2 كوساين 4 اكس. ايضا الطالب يمكن يكتبه بشكل مباشر، نعم، 4 اكس زائد 8 كوساين 2 اكس زائد 6. والآن يستطيع بشكل مباشر من خلال قواعد الكوابع الأصلية أن يوجد التكامل المحدد المطلوب. خلينا نكتبه كتكامل. تمام. تكامل. إذا المطلوب. تكامل اف اكس. من أين إلى أين؟ خلينا نأخذه مثلاً من الصفر للبي على 4. من الصفر للبي على 4. اف اكس بدي اكس. أو كوساين أس 4 اكس. 1 على 16، إذا على حدود التكامل. 1 على 16. نعلم أنه كوساين 4 اكس هي 1 على 4 ساين 4 اكس في 2، اذا اصبحت 1 على 2 ساين 4 اكس، تمام، زائد 8 نص ساين 2 اكس اصبحت 4 ساين 2 اكس زائد 6 اكس، تمام، من الصفر الى البي على نعلم انه يستطيع التعويض ب كوساين البي على 4 ساين البي على 4 صارت 4 بي على 4 ساين بي حد عند البي على 4 ساين 0 ساين بي على 2 هي 1 اذا 0 هاي نص 1 على 16 خارج القوس كله تمام نص هاي 0 زائد 4 ساين البي على 2 1 يعني زائد 4 زائد 6 بي على 4 يعني 3 بي على 2 ناقص عند الصفر 0 0 0 كل المقدار هو 0 تمام اختصار والإجابة 4 خلص كإجابة ما عاد بدنا نكفيها إذا أنا وصلت لهذه النتيجة هنا، تمام.
تمام واعتمدت على أويلر. صح. ملاحظة أنا اللي عجبني بهذا الموضوع أنه أنا إذا كان طالبي متقن لهذه الدرجة في استخدام أويلر فهذه الطريقة هي أقصر طريقة بالحل. صحيح. إذا كان متقن، أما إذا كان بده يرجع يأخذ المنشور الثنائي ويكتب التوافيق وبعدين يحلل، وإذا ما كان قادر على معرفة أنه إيس آي 4 إكس زائد إيس ناقص آي 4 إكس يساوي 2 كوساين 4 إكس بده يصير يضرب ويقسم على 2، إذا بده يأخذ خطوات أكثر. في بعض الطلاب تتخوف أنه لازم أظهر هاي الموضوع أو لا ما لازم أظهره بالحل. بالرياضيات تعتمد على موضوع وحاطينه نحن دائما بنحكيه السلم، السلم ملاحظات السلم، ملاحظات السلم بتقولك إذا طالب جيد قادر على خلينا نقول قفز خطوتين أو ثلاث إلى الأمام ووضع الإيجابي فأي لأي طالب تمنح الدرجة. فأنا هنا الخطوات اللي خلينا نقول قام الأستاذ بالقفز عنها هي خطوات جيدة إذا كانت عمليات حسابية، بس أنا لكن أنا بيهمني النتائج الجيدة والمنطقية، هذه النتائج جيدة ومنطقية فراح تأخذ درجتك كاملة حتى لو ما كتبت الخطوات بالتفصيل. صحيح أستاذي الكريم، هذه القاعدة EI 4X زائد E ناقص 4X عندما نستنتج للطالب من أين أتت علاقة أويلر من خلال الشكل الأسي العدد بالجمع فورا ثم نقوم بعمل القسمة، إذا هي الأصل أساساً، هي الأصل، هي الأصل. صحيح هي أثناء الأصل الاستنتاج. بهذا الاستنتاج فينا نأخذ نفس الموضوع. نعم. بس بطريقة ثانية. نعم صفحة جديدة. بس امحيها كلها على لك من السهم زائد على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين روح لا هون 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 ايوه زائد تمام. الطريقة الأخرى يمكن أن يتبعها الطالب تمام، كوساين مربع إكس تمام. نأكد إذا لم يطلب من الطالب بطريقة معينة فينا نمحيها وننزلها شوي بس مشان تظهر على الشاشة بشكل جيد لأنه عند شاشتنا بس ننزل العلامة. إيه هلا عم نحاول نحلها بطريقة ثانية إنه أنا لا أعتمد على طريقة واحدة بالحل، وبكتابنا موجود الطريقتين. يعني نحن سألين السؤال مرة بالأعداد العقدية موجود عندنا إياه كسؤال، ومرة سألينه بنهاية التكامل، وبالتالي إنه أي طالب عليه أن يختار الطريقة الأسهل بالنسبة له. إذا قدر يختار هذا الطريقة فبيكون أفضل له، هو طريقته الأنسب. نعم تفضل. الطالب أيضا هنا نعود للحادي عشر. نعم. معلومات وقوة معلومات الحادي عشر كوساين 2 إكس متر. نعم. إذا كان الطالب مدرك لهذه القاعدة بالنسبة لقواعد المثلثات استخدمناها في النهايات واستخدمناها بأكثر من مكان فلذلك يجب أن يكون متقنا. 1/4 نفك مطابقة تربيعية 1 + 2 زائد كوساين مربع 2 إكس بهذا الشكل. راح يسألني أحد الطلاب منين اجت 1/4؟ نعم 2 للتربيع رباع أخرجت عامل مشترك خارج 1/4 أيضا تحويل وضعف الزاوية هنا 1 + 2 كوساين 2 إكس زائد 1 + كوساين 4 إكس مع 2 توحيد مقامات زائد 4 كوساين 2 إكس زائد 1 + كوساين 4 إكس مع 2 خرج 2 اكتبط لا خليها واحدة واحدة خليني تمام 3 تساوي خلينا نقول 3 على 8 تطلع لبرا 1/8 نعم 3 زائد 4 كوساين 2 اكس زائد كوساين 4 اكس نلاحظ نفس العلاقة بإخراج 2 على مشترك سنجد نفس النتيجة 1/16 السنة تمام ووصلنا لنفس النتيجة نفس. وما غيرنا شيء طبعا لو دخلنا هنيك كان دخلنا 1/16 اخراج نص خارج او اخرجنا هون دخلنا 1/8 كان نفس النتيجة راح نحصل على نفس التكامل.
لاحظ انه عدد الخطوات هون 4 خطوات، كنا مخلصين او 5 خطوات. مفهوم اقل. نعم. تمام. فهل طالبنا المتقن لهي الطريقه راح يختار هي الطريقه؟ اذا انا هنا باكد على فكره انه انت عليك اختيار الطريقه المناسبه لحل السؤال هذا. صحيح. ومناسبه لك، مش بس مناسبه للسؤال، مناسبه لك. صح. كشخص. من خلال تعليم الطلاب وجدنا طلاب بيبقى امثله اخرى. حل امامهم طريقتين، بعض يختار احداهما والاخر يفضل، دائما يوجد طلاب مختلفين في رؤيه الاختيار الطريقه الافضل. وهذا هو الافضل طبعا. طب. هذا ما يحكي. كمان بيعود الى فكره في بالصفحه 236 بالتكامل في سؤال هيك عاده يهمل من الزائد. يهمل من قبل طلابنا. نعم. هو جد تابع عصيا للتابع اف الاكس، وراح ناخذ اف الاكس هو اكس بساين 2 اكس او معرف على ار. تمام. اذن دقيقه، اذن هنا لم يطلب ايجاد تكامل اصلي. كما نعلم بحث في البدايه عندما يكون لدينا توابع من هذا النمط كانت فكره بالتكامل الموجود امثله عليها في التكامل المحدد ويستخدم فيها التكامل بالتجزئه. الان لا يوجد تكامل محدد ايجاد تابع اصلي، سنستعين بالتكامل المحدد لايجاد هذا التكامل. سنحسب اف كبيره اكس يساوي تكامل من قيمه معينه تنتمي الى ار، يفضل دائما صفر او ما شابه، الى تي اف تي دي تي. نعم. اذا نكامل على المتغير تي ولا فرق، يعني عفوا الى اكس. الى اكس. كان فينا نقول اكس بس نحولها بدل تي، بس انا كاتب برا اف كبير اكس. تم. نعم. وتساوي تكامل من صفر الى اكس اكس بساين 2 اكس. سنعتمد على تغيير متحول، عفوا تي بدي دي تي بدي تي. اذا نحن عم حتى نحن عم نخربط. اي تمام على العاده. بحكم العادي. نعم. نعم. تي بساين 2 تي. إذا يو سنرمز إلى أحد الجدائين، والأكيد اليو هو التي أو يو تي تي، فيصبح لدينا أن يو فتحة هي الواحد. نعم. وفي فتحة هو ساين 2 تي 2 تي، فيصبح في هو التابع الأصلي لفي فتحة. وهنا ننوه بعض الطلاب يخطئون يشتقون هذا التابع. نعم. في هو عبارة عن ناقص 1 على 2 كوساين 2 تي. يصبح لدينا مستعد الكتاب هنا التكامل اف اكس يساوي تمام، لدينا يو مضروبا ب في على حدود التكامل من صفر الى اكس، اي نص تي ناقص نص. نعم، ناقص نص تي بكوساين 2 تي من الصفر الى اكس، ناقص تكامل يفتح ب في ناقص بالناقص تصبح لدينا إشارة زائد، تكامل من الصفر إلى إكس نص كوساين 2 تي بي تي يساوي التابع الأصلي لكوساين 2 تي هو نص ساين 2 تي بنص ربع، إذا ناقص نص تي بكوساين 2 تي زائد ربع كوساين ساين 2 تي ساين 2 تي من الصفر الى اكس بتعويض اكس، فيصبح لدينا تابع الاكس نص ناقص نص اكس كوساين 2 اكس زائد ربع ساين 2 اكس عند الصفر ناقص نص وفي ناقص زائد، عفوا هي صفر صفر صفر، اذا يصبح صفر خالص يصبح صفر خالص. يلا تمام. انا بدي بس منشان هذا الموضوع. تمام. انه انا بشوف انه اوجد التابع، اذا بدي اتاكد من صحه ما قام به عشان يشتق التابع، عشان يشتق النتيجه الاخيره، متأكد انه رح تطلع معنا اكس بساين
2 اكس الى هنا. كمان هاي مهارات لازم يتاكد منها طالبنا. انا بقول ان انا نسيت اشاره ما احطها وبالتالي فقدت جزء من العلامه. احيانا مثل هذا السؤال ممكن بنسيان اشاره يفقدك العلامه كامله. يعني بالعوده، تفضل استاذي بس شوي. بالعوده لفكره بشوفها عند طلابنا كثير، انا انه يا ترى انا اذا اخطات بالحساب شو ممكن يروح؟ باخطاء الحسابيه عاده نحن جزء بيروح له جزء للطالب فقط، لكن بعض الاخطاء الحسابيه بتؤدي لكارثي. صح، يعني بينخفض مستوى السؤال، خفض سويه السؤال وتدرج الاخطاء تراكميتها على النتيجه. تمام، لما تؤدي النتيجه بشكل عام. اما الاجوبه النهائيه كما يعلم هي علامات جزء جزء واحد، اما بعض اجابات مثل ما تفضلت حسابيه تؤدي الى بعض الكوارث في المشاكل، والطالب لن يصل الى نتيجه اذا طلبت منه اثبت كذا. نعم، صح، وصل انه اثبت صح. لن يصل الى نتيجه ستفقد، وصعب احيانا اعاده. لذلك يجب التمهل والتاني، صعب اعاده معرفه اين ورد خطا مثل هذا الخطا. من هنا احيانا بتقودني الفكره اللي هلا حكيت عنها، انه انا ما قدرت الاقي الخطا اللي عندي، انا بعرف وجود خطا، ماذا افعل؟ انا انصح عاده انه انتقال لسؤال اخر، انتقال لسؤال اخر، ولاحقا اعاده حله من جديد. صح، اعاده حله، لانه انا عاده انا بقرا بعيوني، والقراءه عاده متكرره، ما راح خطاي الا بالنادر، قلائل الذين بيقدروا يرجعوا يلاقوا خطا. هذا حتى المدرسين يقعوا فيه، حتى المدرسين، ليس الطلاب يعني، حتى المدرسين، اي انسان. هي الطبيعه البشريه. صح، يعني هي مساله لا تتعلق بشخص محدد، هي تتعلق بالفكر، الطبيعه البشريه، انه الاخطاء هذه وارده عند كل البشر. يعني انا من احيانا بيجي واحد بيقول لي 2 ضرب 2 طلع معي 5، طبيعي. هلا في هذا الموضوع صح خطا رياضيا، لكن احيانا من تفكيري بيكون متداخل، يعني في عندي ضغط معين، وبالتالي هي الاخطاء الحسابيه اللي عاده بقع فيها بسبب الضغط. بالعوده لفكره ثانيه، شفتها بالامتحان وسمعتها كثير، انه الطلاب حوالي صاروا يقولوا انه الاسئله صعبه، وفي ناس صارت تبكي، وفي ناس انهارت، تمام، انهيار تام ضمن الفحص لسبب او لاخر. ما هو تاثيره علي انا كطالب دارس وجيد؟ نعم، للاسف بعض الطلاب الجيدين والدارسين المحضرين تاثروا بالجو العام خلال وجودهم في القاعه، وجودهم في القاعات، وهذا خلال اسئلتنا طبعا، واستقصاء، يعني استقصاء عن بعض النتائج، بعض الطلاب انه متوقع منهم نتائج معينه. شو اللي صار؟ انا تاثرت كثير، انا هلا بطلع بجيب العلامه شبه الكامله، انا بجيب هلا ما كان هيك. كان في للاسف هذا الشيء. احنا دائما كنا بننصح طلابنا وحتى الاساتذه بالمدارس بننصح طلاب انه حاول ما تتاثر، حاول تقرا كل سؤال بسؤال، وحاول ما تسمع الصدى اللي بالخارج. دائما هي عم تكون اشكاليه اكثر من صعوبه. كثير من الطلاب اعطونا لو ما توترنا كنا حلينا احسن. تمام، من هيك. تمام، لو ما توترنا احنا مستوانا احسن من هيك بهي الاسئله نفسها. ما في طالب مضروب حكى لي انه انا انضربت بس اسئله مصعبه، هيك قالها، انا انضربت بس اسئله مصعبه. تمام، لانه بس طلع خارج القاعه. نعم، وهدأ توتره وعرف انه كيفيه الاجابه، وانه هو متدرب عليها وهو شكل. هي بالعوده لطلابنا، انتم هلا الان خضعتوا للتجربه الاولى، وهي التجربه خلص انتهت، بس راح استفيد منها كدرس. اولا انت تهمل كل من في القاعه باستثنائك، انا قدامي ورقه وهذه الورقه بدي اجاوب عليها، اهمل كل شيء في بالقاعه، شو عم بيصير اهمله، واحد عم يبكي وواحد عم بيقول لك اسئله صعبه، انا احيانا من توجيه انه الاسئله صعبه بصير بشوف السؤال السهل صعب، واللي انا متدرب عليه شو بصير بشوفه صعب، اذا انا يجب ان اهمل كل ما يدور حولي وتركيزي فقط في الورقه والسؤال. المسألة الثانية انه انا القراءة الجيدة للسؤال تفتح عندي مفاتيح كثير بالسؤال. صحيح. في احد الطلاب جاوبني، استاذ انا الانشطة ما حدا حل لنا اياها، او مدرسنا ما حلها، او ما نوه عليها، او كذا. شو مدى اهميتها؟ ما عم بسأل صحيح. طبعا اكيد، والتأكيد كل ما يرد في الكتاب مهم جدا، كل ما يرد في الكتاب مهم جدا، وهذا تؤكدنا عليه في ندوات سابقة مع حضرتك ومدرسين آخرين، وحضرتك أكدت في ندوات دائما كان التركيز معلومات الكتاب يجب أن لا تهمل من بدايتها إلى نهايتها. وأكد حتى السادة المسؤول المعاون الوزير والسيد الوزير، جميع الناس أكدوا، جميع المسؤولين في الوزارة، جميع المهتمين ومكان وهذا اختصاصهم، أكدوا على أن الكتاب وما موجود في الكتاب يجب أن لا يهمل. إذا كان المدرس لا يعطي، وقد يوجد تقصير في بعض النواحي،
قد يوجد تقصير ببعض عدم وجود كوادر، قد يوجد، لكن على الطالب أن يهتم بالفكرة ويعلم أن عليه أن يتابع هذه الفكرة، عليه أن يسأل، عليه أن يتابع، حتى في يوجد دليل مدرس، بأسوأ الحالات ممكن أن يراجع دليل المدرس، هناك نسخات إلكترونية موجودة منتشرة للوزارة ومعروضة وغير محجوبة، صحيح أستاذ؟ غير محجوبة أكيد، يعني موجودة على مواقع الوزارة، يعني موقع المركز الوطني في أسوأ حالات يستطيع أن يبحث عنها ويجد الحلول، وإن كان بعض الحلول يمكن رؤوس أقلام سيجد مفاتيح الحل من خلال أحد الطلاب بقول لي أنا بقرأ أحد الأسئلة مكتوب بسهولة نستطيع الوصول إلى بسهولة، يعني أنت قادر كطالب جيد متمكن، يعني أنا لا أقصد أنه أنا من كتب هيك عبارة بالدليل أنه هي أنت أكيد عم نعطيك فكرة أنه أنت قادر، أنت تستطيع، وبالتالي أنت ممكن تحله. هلق ما إجت فكرة برأسك مباشرة، ممكن بمجرد واحد أعطاك مفتاح بسيط تعرف كيف تحله باتصال مع أحد أصدقائك أو باتصال مع مدرسك، أنه أستاذ هاي منين تبدأ الفكرة، بيقول لك ده من العبارة الآتية. أحيانا هي فكرة بس أنه في بعض الطلاب يقولوا بس أعطيني أول خيط والباقي أنا عليه، وهي هي حقيقة. بالعودة كمان لفكرة الأنشطة، في نشاط عندنا واحد منه بتحرير التوافق، واحد يتعلق بالرماس، نعم. تمام، واحد يتعلق بالمسدس المنتظم، نعم. فينا ناخذ عنه مثال، خلينا ناخذ فكرة المسدس المنتظم. صح، بس نزل ايدك ولا تاخذها كثير على اليمين. أيوة. تمام، نعم، ممكن نرسم مسدس. ايوه تقريبا منتظم. نسمي A B C D E F. نعم، وتمر برؤوسه دائرة. نعم، دائرة جيد مقبول، مقبول جدا. تفضل. وهون المركز. تفضل. تمام. هلا أحد الأسئلة إنه نحن إذا أخذنا نريد تشكيل مثلثات من رؤوس المسدس، نعم، بكم طريقة نستطيع التشكيل؟ وهذا كان ضمن النشاط. صحيح، إذا عدد الرؤوس هي 6 رؤوس، مضلع منتظم أو غير منتظم، أي مضلع بهذا السؤال بالذات حرفياً يمكن تشكيل 3 أضلاع من أصل 6، الترتيب لا يهم، معناتها نحن أمام فكرة أنه راعي 6 توافيق 6 3 هي مجموعة اختيار، مجموعة جزئية من 3 عناصر من أصل مجموعة ذات 6 عناصر، والإجابة ستكون 6 ضرب 5 ضرب 4 على 3 ضرب 2 ضرب 1. مرة أخرى، إذا الطالب أجاب عن توافيق 6 3 بأنها 20 بشكل مباشر بدون هذا التفصيل سينال درجة، لأنها مهارة صغيرة جزئية لا تناسب صف ثالث ثاني. بس بالعودة للفكرة، إنه أنا هنا كان تدريبي كثير واضح، نعم، على فكرة اختيار مجموعة جزئية من مجموعة، نعم، كلية. هذا تعريف التوافيق بحد ذاته. تمام، اللي هو بالأساس مطروح وين بالتوافيق، نعم. هذا تدريب، وبالنهاية إنه أنا بعطيك من ضمن النشاط اللي أنا دا طارحه كمفهوم عام كيفية استخدامه كتطبيق. صحيح. الآن بالإضافة إلى ذلك، إذا وضعنا مركز الدائرة، يعني أنا أريد أن عدد المثلثات ممكن تشكيلها من رؤوس المسدس ومركز الدائرة. طبعاً هي مركز الدائرة، بما أن المضلع منتظم نعلم أن هناك 3 أقطار مركزية، يعني تمر من مركز الدائرة، سيكون لدينا 7 نقاط، والفكرة أن نشكل 7 نقاط، 3 عفوا، يعني 3 رؤوس من أصل 7 رؤوس، أي اختيار مجموعة جزئية من 3 عناصر من أصل 7. لكن لا يفوتنا هنا أن نلاحظ أن النقاط الواقعة على استقامة قطرية واحدة، يعني O F و O وسيلة يمكن تشكيل رؤوس مثلث، وبالمثل B و O و E لا يمكن تشكيل رؤوس مثلث، و D و O A، وبالتالي سنطرح عدد الأقطار بهذا الشكل، والجواب سيكون بهذا الشكل. إذن 35 توفيق 7 3 35 ناقص 3 يساوي 2. بس بالعودة للفكرة، نعم، انه مقصود بتوافيق 7 3 هي كل الثلاثيات اللي ممكن تشكيلها او كل، تمام، المجموعات الثلاثية ممكن تشكيلها من النقاط السبعة. وبالتالي ما احنا ازلنا النقاط اللي على استقامة واحدة، لانه لا يمكن تشكل مثلث. اذا انا من ضمن المجموعات الجزئية في هاي المجموعة بي او اي، نعم، وهذا يخص المضلع المنتظم. تمام،
وهذا طبعا نحن استخدمنا خواص الشكل الهندسي. بالإضافة لهذه الفكرة كان ممكن ينسأل سؤال الآتي. هلأ لاحظوا أنه نحن عم نحاول نطور السؤال، عم نحاول وضعه أنه أنت صحيح هو موجود بالنشاط بس قادرين على تطويره، قادرين على وضعه بشكل آخر. هلأ نحن اشتغلناه هون على مسدس ممكن يكون على شكل مقمص أو مثمن أو أي شكل آخر مناسب 12، ما عندنا مشكلة أنه يكون نفس السؤال على مضلع آخر مبدأ عمل وينحط عليه أسئلة إضافية. يعني أنا كم مستطيع يمكن تشكيله من رؤوس المسدس؟ نعم، بالنسبة للمسدس كم مستطيع؟ أربع رؤوس بشكل عام، عدد الرباعيات أنا بدي أشكل أربع أضلاع من أصل ستة. تمام، توافيق ستة أربعة بشكل عام، وهي الجواب ستة. يمكن حساب توفيق 6 4 6 2 6 ضرب 5 15 هذا عدد الرباعيات. نعم. كم مستطيل؟ انا سؤالي كان نعم. كم مستطيل ممكن تشكيله؟ حصرا انه المطلوب هو مستطيل صح، اذا هذا بالنسبه للرباعيات بشكل عام. عدد الرباعيات ممكن تشكيله. نعم. اذا احنا نستطيع تشكيل مستطيل من خلال ان يكون احد التقابل قطريا مثلا اف اي سي بي، وهذا يتشكل مستطيل. ولدينا ايضا بهذا الشكل، اذا خلينا ناخذ الاقطار. انا حتى انا بدي اخذ التقابل القطري. صحيح، انا راح اخذ الفكره الاتي انه انا من احد خواص المستطيل انه الاقطار متناصفه، اي رباعي فيها قطرين متناصفين فهو مستطيل. نعم. ولذلك كم قطر عندي هون متناصف؟ هي ثلاثه اقطار تتشكل فعدد اذا المستطيلات. المستطيلات تتشكل عندي القطرين بهذا الشكل، ثلاث مستطيلات من كل قطرين متقابلين بشكل مستطيل. إذا راح أكتب أن عدد المستطيلات هي توافيق 3-2 رباعية. عدد الرباعيات. نعم، أنا عدد المستطيلات هو توافيق 3 متشكل من المستطيلات. أنا عندي 3 أقطار. نعم، كل 2 منهم راح يعطوني مستطيل، هني 3 عندي 3 مستطيلات. نعم. طبعا لو كان مثمن كان في عندي 4 أقطار وبالتالي توفيق 4-2 و و و و كمان كان من ضمن سؤال النشاط انه كم مثلث قائم. نعم، موجود من ضمن هذا الشكل من رؤوس المسدس طبعا. نعم، المثلث القائم بيتشكل يكون احد اضلاع القطر. نعم، بالتالي مثلا القطر ادي يتشكل رؤوس مع اي يشكل مثلث قائم، ومع اف يشكل مثلث قائم، ومن الجهه الاخرى نفس مثلثين قائمين من الجهه الاخرى. اذا على كل قطر، قطر مركزي تمام، يمر من يتشكل اربع مثلثات. لدينا ثلاث اقطار، معناتها الناتج 3 ضرب 4 ويساوي 12 مثلث قائم. تمام، اذا مثلث قائم هنا، هنا مستطيلات. تمام، كفكرة من لم يكن لديه معلومة انه المثلث القائم في الدائرة احد اضلاعه قطر في الدائرة صف ثامن، فهو ايه صف ثامن. بس هذه المعلومة شو بصير مع طالبنا؟ انه اخذها بصف الثامن، استخدمها شوي بصف التاسع، نسيها بصف العاشر والحادي عشر، بيجي على الصف الثالث وبتلاقيه نسي شيء اسمه زاوية محيطية ونسي شيء اسمه زاوية مركزية، وبالتالي هون صار في عنده صعوبة بالتعلم مثل هاي المسألة. تفضل ارتاح استاذ سهيل. في شغلة انا تفاجأت فيها في بعض طلابنا واللي كانت معلومة يمكن بصف الخامس أو السادس، إنه قابلية القسمة ما بيعرف، إنه أنا متى يقبل عدد قسمة على ثلاثة إنه مجموع أرقامه يساوي يجب أن يكون مضاعفات ثلاثة، أو متى يقبل قسمة على خمسة. فأحد الطلاب بيسألوا إنه بمسألة بالتحليل التوافق يريد إنه العدد المتشكل يقبل قسمة على خمسة، قال لي كيف يعني يقبل قسمة على خمسة؟ للأسف يعني أنا صف ثالث ثانوي ما بيعرف إنه معلومة متى يقبل العدد قسمي على خمسة. فأنا هنا أقف أحيانا حائر أنه أنت وين كيف مضيع هاي المعلومات اللي أنت ماخذها بشكل تراكمي بالأساس بالصف الثالث الثانوي. طبعا يمكن ما في لوم كثير طلابنا، في بعضهم يعني أوضاع خاصة أو كذا، بس لكن معلومات متراكمة. أنا أقول على معلومة بالصف الخامس معقول أنه أنا أتركها؟ وخصوصا بالرياضيات هي مادة من المواد التراكمية يعني بحاجة لكل معلوماتك من الصف الأول والصف الثالث الثاني. وحتى بكرة تروح على الجامعة وتدرس بأي مجال هندسي سوف تجد أنه
هناك معلومات بسيطة تعلمتها بصفوفك السابقة ذات أهمية عالية في تطبيقات الهندسية، عالي جدا جدا جدا، مثل الأعداد العقدية. هذا أنا في لجميع تطبيقات مسائل الهندسة. مركز الأبعاد المتناسبة اللي نحن بنركز عليه حاليا كثير، وموجود بكتابنا وصار مطروح بأكثر من كتاب. التطبيقات الهندسية لا يمكن تصديقها، التطبيقات البرمجية لا يمكن صحيح تصديقها، بغض النظر عن مفهومها الرياضي، مفهومها هذا الشرح التطبيقي للواقع التطبيقي الواقعي عالي. حتى بكتابنا إذا حدا بيلاحظ، أول ما إدهان حطوا حطوا الألوان، إدهان إدهانات تمام، الألوان، مزج الألوان، صحيح مزج الألوان. هذا المثلث، هذا مثلث شهير بمزج الألوان. طبعا يمكن شارفنا على نهاية الندوة، نتمنى لجميع طلابنا خصوصا يلي مهتمين جدا بمادة وعم بيحاولوا يحسنوا العلامة، انه خلال اوقات الفحص ويخففوا من توتر. شو نصيحتك لهم استاذ؟ طبعا العام يعني الامتحان قارب والايام معدوده، ويجب ان يؤمن الطالب انه قدم ما لديه وعمل بشكل جيد. لا يجب ان يبني على توقعات، يجب ان يبني على توقعات، ولا يجب ان يتم هل الامتحان صعب، هل الدوره التكميليه اصعب، هل يعني يزيل هذه الاسئله عبء على كتفي الطالب، عبء على عقله، على تفكيره، والنتيجه سلبيه حتما، النتيجه سلبيه اذا بقي يفكر هل الاسئله اصعب هل اسهل. انا حضرت، انا درست، انا جاهز لان اجاوب، انا ناقشت الاسئله الكتاب من البدايه الى النهايه وحاولت حلها، فبالتالي اديت ما علي. يجب ان اكون جاهز لاي سؤال، يجب ان يكون، ولا اتوقع اسئله سهله او صعبه، ودائما التفكير، الابتعاد عن فوضى وسائل التواصل وما تفعله من فوضى بعقول الطلاب وتوتر عالي جدا 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 يؤدي بنتيجه سلبيه بالتاكيد. هي المعلومه الاخيره اللي حكيتها يعني بتذكرني باحد الطلاب كان بليله الفحص او ايامات يعني بالتحضير لنهايه الفحص، انه كثير متابع انه بالصفحه الفلانيه نشروا النموذج الفلاني او السؤال الفلاني او قالوا هاي الفكره راح تجي او ما تجي. بعد نهايه الفحص قال لي هاي الموضوع وترني كثير ووصلني لنتيجه سلبيه، انه انا صرت انه هاي يعني معقول تجي هاي، معقول تجي هاي. يا اخي انت محضر حالك، انت جاهز، انت دارس كل كتابك، اي سؤال راح ياتي اليك قادر على حله. هاي الموضوع اللي انت عم تفكر فيه، انت قادر على حله بالنهايه، صح؟ صح. وشغله ثالثه كمان بحد طلابنا، انه راح على جلسه امتحانيه ضيع 4 5 ساعات بالجلوس. شو قال لي؟ قال لي انه استاذ انا رحت عم بطلع على المعلومات كلي بعرفها، بس عم برجع بعد لي اياها، وبدون انا حسيت حالي انه ضيعت وقت على الفاضي. ورجعت وقت ما رجعت على البيت حسيت بالملامه لنفسي. وانه هذا الموضوعات حتى وقت ما فتنا على الفحص ما اجى منها ولا اي سؤال بشكل مباشر، طبعا راح يكون في شيء بيشبهها من حيث الشكل لبعض الاسئله وليس لكل الاسئله، ولكن هذا ليس دليل على جودتها. المشكله استاذ بتركيزهم انه هذا هام جدا. طيب في باقي مهم جدا، اي سؤال هو من الكتاب او من تفاصيل الكتاب، طبعا اكيد ليس حرفيا، يعني الرياضيات لا تعتمد على هذه الحرفيه والضبط، هو هام، وبالتالي ان تركز على هام جدا جدا تعطي الطالب اهتمام بهذا السؤال وتركيز دماغه عليه اكثر طبعا من سواه. طبعا الاسئله كمان في لها تصنيفات ضمن الواحد، فهو الطالب هو بيكون مصنفها انه بالنسبه لي هي هامه، هي الفقره بدي اعيدها، هي ما بدي اعيدها، هو اللي بيكون مصنف، مو المدرس ولا اي واحد اخر بالدنيا، لانت اعلم بنفسك وخصوصا بهذا الموضوع. اعزائي الطلاب، أعزائي المشاهدين، نشكر لكم متابعتكم، وإلى اللقاء في ندوة أخرى إن شاء الله.